وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون التأمين الموحد. يهدف مشروع القانون إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وينظم قواعد الإشراف والرقابة عليها ليصبح لدى سوق التأمين المصري قانون موحد وشامل يحتوي في طياته على آليات الإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين في مصر، أي إن كان الشكل الذي يتخذه ممارس النشاط في مصر، ومهما تعددت الأنظمة الأساسية. جلسة جديدة عقدها مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ناقشت تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون التأمين الموحد، حيث استعرض مقرر اللجنة التقرير المتعلق بمشروع القانون. هذا المشروع يتعلق بقانون التأمين الموحد ومضمونه وموضوعه، واحد من أهم قطاعات التمويل غير المصرفي وهو قطاع التأمين. نواب مجلس الشيوخ وافقوا من حيث المبدأ على مشروع قانون التأمين الموحد الذي يهدف إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر وينظم قواعد الإشراف والرقابة عليها. بنوافق على المشروع من حيث المبدأ، لأن هذا المشروع بيتفق مع ما نؤسس له من جمهورية جديدة. إشادة أوجهها لهذا المشروع القانون القيم الذي يؤكد على يعني الحقيقة ولأول مرة التأمين المتخصص، وهي سابقة تغير وتمثل نقلة نوعية في المشهد التأميني في مصر، وعليه دولة الرئيس. فإنني أوافق على مشروع القانون. بوافق من حيث المبدأ على هذا القانون مع بعض الملاحظات في بعض المواد في حينها خاصة بشركات التأمين العاملة في المناطق الحرة. قطاع التأمين يعد من أبرز القطاعات الداعمة للقطاعات الاقتصادية بشكل غير مباشر من خلال دوره في الحفاظ على الأرواح والممتلكات، وعليه نوافق من حيث المبدأ على مشروع القانون. رئيس مجلس الشيوخ أعلن رفع الجلسة على أن تستكمل في جلسة أخرى مناقشة مشروع قانون التأمين الموحد للحصول على الموافقة النهائية، خاصة أن مشروع القانون يهدف إلى أن يصبح لدى سوق التأمين المصري قانون موحد وشامل يحتوي على آليات الإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين في مصر.